أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين والشمس والقمر رأيتهم ساجدين وقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل وعيده من قبل
الحسين. الله 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 الله. يا سيدي الله. الله أكبر. الله يا مولانا. لقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين
الدنيا تقطر بعض سيارة I'm
قالوا يا أبانا إن
اللهم جدك يا عم الحاج، اللهم جدك يا عم الحاج. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر الله عليم بما يفعل.
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من اللاهبين وكذلك مكنا يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس